إرسال رسالة نصية قصيرة. لنرسل SMS على النوت، نفتح صفحة الرسائل، نختار تكست ونكتب في هاي المنطقة مثلاً: مرحبا، كيف الحال؟ يتعرف الجهاز على النص وينقله إلى مربع الرسائل. عندها نضغط على إرسال وتروح رسالتنا. أو طريقة ثانية: نقرب الأسبن من الشاشة، ولما نشوف إشارة قلم نضغط عليه. نحول اللغة للعربية إذا كانت بالإنجليزية ونكتب هنا مثلاً: مرحبا، كيف الحال؟ وبعدها نضغط على تمت وإرسال، وبهالطريقة نرسل SMS بقلم عربي.